الحمد لله يا ربي، وزيد رحت البيت ربي، الحمد لله يا ربي في الجمع. واش شوف هي فترة مريرة يعني مرت بها الناس، يعني حياة الناس كامل، واش تقول للشباب اللي راهم يخموا هكذا بطريقة يعني خاطئة يعني؟ شوف ربي يهديهم. هو ربي يهديهم. واش حاجة كيما هذه تصرف في المديرات اللي يروحوا تشاوروا والديكم تحوسوا تروحوا لها هذا صح الشباب. وانت ما تجيش تعاود هذه الساعه اللي ترى الجزائر كل بوي ولازم يشاورها كل يشاورها كل كات عليه يعني هذه الحمد لله الحمد لله وشكرا لكم ان شاء الله ان شاء الله.